هجوم. النادي الاهلي طول عمره على مدار السنين كلها هو اللي بيصنع، النادي الاهلي هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي بيصنع المدربين، هو اللي بيصنع المديرين الفنيين، هو النادي الاهلي المنظومه اللي جوه النادي الاهلي هي اللي بتعمل النجم، سواء لعيب كوره او مدير فني. وعندنا يعني حالات كتير جدا جدا جدا، انا حضرت منها يعني الثلاث اربع مدربين كان جم في النادي الاهلي فتره من فترات عملوا نتائج كويسه مع النادي الاهلي عشان المنظومه جوه كويسه جدا. نفس المديرين الفنيين دول مشيوا وراحوا حته تانية، مش عايز اقول انا يعني مش عايز اقول فشل، ولكن عايز اقول ما حققوش برضو نفس النجاحات دي. ايه رايك يا كابتن شريف في الكلام اللي انا بقوله؟ ونستشهد بنفسنا احنا كلنا نجوم قاعدين في النادي الاهلي.